السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم. فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الأكارم، يتجدد اللقاء بفضل من الله ونعمة من هنا، من جوار الكعبة الشريفة، من المسجد الحرام، لنتذاكر معا آيات من كتاب ربنا القرآن العظيم، كتاب الله جل جلاله، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله عز وجل على النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم الذي لم يبقى من وحي السماء على ما نزل عليه من الله جل جلاله بدون زيادة ولا تحريف إلا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وذلك لأن الله عز وجل تكفل بحفظه وضمن ذلك، وتلك الضمانة كانت آية من كتاب ربنا جل جلاله أخبر فيها عن ذلك، وهي قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن كتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل، وهذه نعمة عظيمة. فإن من أعظم النعم ومن أكبر المنن التي يمتن بها الرب جل جلاله على عبيده أن أنزل عليهم هداه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى الحق والحقيقة والهدى التي تبلغه تحقيق غاية الوجود إلا بهدى يأتيه من الله جل جلاله. إذا كان الإنسان آمن إيمان تصديق بالوحي بأن لهذا الكون خالقا ولهذا الكون مالكا مدبرا وربا حكيما، وأنه خلق الخلق لغاية، لأنه يجل عن العبث جل جلاله، وأنه ما خلق الناس هملا ولا تركهم سدى، وإنما خلقهم لغاية أيضا أخبر عنها في كتابه، وهي غاية عظيمة عبادته وإفراده بذلك جل جلاله. وأن للإنسان أن يهتدي إلى ما يريده الرب جل جلاله الخلاق العليم الحكيم إلا بهدى يأتينا من عنده سبحانه وتعالى. والله عز وجل أخبر بأن هذا حقه
جل جلاله: قل إن الهدى هدى الله، فهذا حقه سبحانه وتعالى. أليس هو الذي خلق؟ أليس هو العليم بما خلق؟ أليس هو الحكيم في تدبيره في أمر ما خلق؟ فالذي له ذلك وغيره بمقتضى أسمائه وصفاته جل جلاله فهو صاحب الحق أن يبين هذا الهدى، أن يبين هذا الهدى. والله سبحانه وتعالى أخبر أيضا في كتابه أنه جل جلاله قام بهذا الحق العظيم، وأنه أنزل على الناس هداه، واصطفى فئة من خلقه وجعلهم محلا لنزول ذلك الهدى عليهم، ثم يقومون بتبليغه للناس: إنهم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، صفوة البشر وخير الخلق، أزكاهم نفسا وأطيبهم صدرا وأذكاهم عقلا، اختارهم الله عز وجل فحملهم هذه الأمانة العظيمة. وكان ذاك العدد الكبير الذين ذكر الله عز وجل في كتابه بعضا من أسمائهم ولم يذكر بعضا آخر. فهذه نعم الله عز وجل على الإنسان، ففي أمر بيان أن الإنسان محتاج إلى الهدى، وأن الله عز وجل سينزل عليه هذا الهدى. قال الله عز وجل للأبوين: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فلذلك النعمة، والله عز وجل هو المنعم، والله عز وجل يتعرف على عباده بنعمه وإحسانه وفضله عليهم. وإن من أعظم هذه النعم بعد نعمة الخلق والإيجاد التي بها كان صار الإنسان موجودا، وبدونها أن يكون للإنسان أن يكون موجودا. فبنعمة الخلق، والله هو الخالق وهو الذي خلقنا وأوجدنا وأخرجنا إلى هذه الدنيا، فالله ربنا جل جلاله هو الذي فعل ذلك بنا، فكانت نعمة عظيمة. والله عز وجل يتعرف على عباده بهذه النعمة العظيمة الجليلة، فيعرفنا في كتابه بأنه هو الخالق، وأن كل ما في هذا الكون فهو خلقه. فقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. ويخبرنا بأنه هو الذي خلقنا، فيخبرنا عن خلق أبينا الأول آدم عليه السلام، ثم يخبرنا عن خلق ذريته، وكل ذلك في كتاب الله، ثم يخبرنا عن هداه وهو هذه الكتب التي أنزلها الله لأجل هداية الإنسان، ويخبرنا عن الرسل الذين نزلت عليهم هذه الكتب. ولذلك أقول وقد قلت مرارا: ليس في الدنيا كتاب يحدثنا عن الإنسان حديث إنصاف وحديث حقانية إلا هذا الكتاب القرآن العظيم، فيحدثنا عن تاريخنا الأول الذي لم نشهده ولم نره، كما قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله ما أشهدنا خلق أنفسنا ولا خلق
آدم عليه السلام، ولكن الله أخبرنا في كتابه عن ذلك. ثم لن تجد في الدنيا كتاب يحدثك عن هذا الإنسان ومكانته وكرامته وتكريم الله عز وجل له، لن تجد ذلك إلا في هذا القرآن العظيم. ولذلك محروم، والله محروم، من حرم نفسه من قراءة القرآن وتدبر آيات القرآن ليتعلم من هذا الهدى قصة هذا المخلوق المكرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم. وما بين أيدينا أيها الأكارم ونحن نقرأ ونتدارس ونتأمل ونتذاكر ما ذكره علماء التفسير في بيان آيات القرآن العظيم، فإننا نقف مع سورة آل عمران، وهي تذكر بهذه النعمة العظيمة لهذا الإنسان في مرحلة سبقت هذه الأمة وسبقت بعثة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، تحدثنا عن آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء الفرع للأول لإبراهيم عليه السلام. فإن خليل الله إبراهيم كما تبين لنا، والله عز وجل قال هنا في صدر سورة آل عمران وسبق الوقوف معه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. فإن آل إبراهيم يدخل فيهم أولاده من جهة إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فالله يحدثنا عن هذا الفرع من ورثة إبراهيم، وأنه كان منهم أنبياء ورسل، وكان فيهم رسل عظام، ونتج عن بلاغهم أمة عظيمة آمنت بالأنبياء والرسل، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وأخبر عن نعمه عليهم وكيف ورثهم وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها. لما كانوا متبعين لهدى الأنبياء ولطريقهم وما نزل عليهم من الكتاب، فمكنهم الله وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها، فأخبرنا في كتابه الكريم عن قصة نبي الله يوسف وهو ابن يعقوب، وأخبرنا الله عز وجل عن قصة موسى كليم الله الذي اصطفاه الله واصطنعه لنفسه، والذي أيده بالآيات المعجزات وأظهره على عدوه فرعون. وأخبرنا القرآن عن قصة نبي الله داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، والملك العظيم الذي آتاه الله عز وجل لنبي الله سليمان عليه السلام. وأخبرنا عن عدد من أنبياء بني إسرائيل إلى أن كان آخر أنبيائهم رسول الله عيسى عليه السلام روح القدس، هذا الرسول الذي هو واحد من أولي العزم من الرسل، الرسل العظام الكبار الذين اختارهم الله عز وجل، وهم خليل الله إبراهيم ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ورسول الله محمد عليه الصلاة والسلام.
فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. فعيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر رسل بني إسرائيل، ومن بعده بشر بالنبي الخاتم الذي هو من الفرع الثاني لخليل الله إبراهيم، وهو فرع إسماعيل نبي الله ابن إبراهيم خليل الله عليهم الصلاة والسلام. فأخبر أن النبوة الآن غدت في فرع إسماعيل، كما ذكر الله عز وجل تلك البشارة من هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عيسى، كما ذكر الله ذلك في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذن بين أيدينا قصة هذا الرسول الذين وقف بنو إسرائيل من رسالته تلك الأقسام الثلاثة، فمنهم من لم يؤمن به، ومنهم من غلا فيه، ومنهم من اتبعه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن ذلك في كتابه، فأخبر عن الحواريين الذين صدقوا بعيسى عليه السلام واتبعوه، أيضا كما ذكر الله عز وجل عن ذلك في أكثر من سورة في القرآن، وكما ذكر الله ذلك في سورة الصف، كما قال الله: وإذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وسورة آل عمران كما قلنا كان نزولها في تلك المرحلة التي قدم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحاورهم ودعاهم إلى الهدى والحق، وبين لهم غلو ما هم فيه بالنسبة لعيسى عليه السلام. وكانت سورة آل عمران كان نزولها والحديث عن قصة عيسى عليه السلام في تلك المرحلة وفي ذلك الزمن الذي كان وفود نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأنا من خلال اللقاءات الماضية مع قصة هذا النبي الكريم عليه السلام، ورأينا كيف كانت الحكمة الربانية والطريقة الإلهية في إيصال هذه المعارف إلى بني إسرائيل، إلى نصارى نجران، وكيف كان في ذاك البيان فيه إقامة حجة، وفيه دعوة، وفيه فتح باب حتى بعد أن لم يقبلوا، فما زال الباب مفتوحا بأن يعودوا إلى الحق، وفيه تثبيت للمؤمنين، وفيه أيضا إخبار عما كان في التاريخ القديم. فكل ذلك بين في هذه الآيات المباركات. وأعظم ومن أعظم ما نأخذ أننا ندرك أن القرآن لا يذكر القصص لأجل التسلية، وإنما تذكر القصص لأخذ العبرة والعظة. تذكر القصص في القرآن ليمتلئ الإنسان ثقة بربه عز وجل،
وإيمانا بما له من الأسماء الحسنى التي تتجلى تلك المعاني لتلك الأسماء من خلال القصص القرآني، فيرى الإنسان رحمة أرحم الراحمين وهو يخاطب وهو يبعث لهذا الإنسان الأنبياء والرسل رحمة بهذا الإنسان، ويرى الإنسان من خلال القصص حكمة الله جل جلاله الذي خلق هذا الكون بهذا النظام لحكمة الابتلاء، فيتجلى له هذا الأمر من خلال القصص القرآني، ويتجلى له أيضا صفة العدل التي هي من صفات ربنا جل جلاله، ويتجلى له الحكمة واسمه الحكيم سبحانه وتعالى والقوة وغير ذلك من أسمائه وصفاته جل جلاله، فإنها تتجلى للإنسان عندما يقرأ قصص القرآن. وأيضا من خلال قصص القرآن يدرك الإنسان العبث الذي يفعله الإنسان عندما يريد أن يجعل مصدر المعرفة لهذا التاريخ للإنسان هو تلك الحفريات التي من خلالها يريد أن يصل إلى التاريخ اليقيني ويغفل عن كتاب الله عز وجل. إنه الكبر الذي يدخل فيه هذا الإنسان فينحرم من هذا الخير العظيم الذي أنزله الله عز وجل للناس ليهتدوا إلى الحق. فنبي الله عيسى وكلمته يخبرنا الله جل جلاله عن ذلك الحدث العظيم الذي كان في بني إسرائيل، وكيف كان ذاك الحدث وبدايته التي ذكرت هنا من اصطفاء آل عمران، ثم عن النذر الذي نذرته امرأة عمران، ثم الدخول في قصة مريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام وعليها السلام، ثم ولادة عيسى التي كانت آية من آيات الخالق جل جلاله، ثم بعد ذلك يكون الأمر فيما كان من قيام هذا النبي الكريم بأمر البلاغ مع قومه، وبماذا وجد وكيف كان تعامل الناس معه في زمنه. كل ذلك يتبين في هذه الآيات المباركات في هذه السورة الكريمة. فبعد أن كانت البشارة لمريم وكل ما سبق الحديث عنه، ووقفنا عند هذه الآية الكريمة وهو قول عيسى لبني إسرائيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومصدقا فيخبر عيسى عليه السلام بعد قوله لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم وكذلك جئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فإذا جاءهم بتلك الآيات السابقة التي كان الوقوف معها في درسنا الماضي، ثم أيضا يخبر بني إسرائيل بأنه جاءهم مصدقا لما بين يديه. فقول الله جل جلاله حاكيا قول عيسى لبني إسرائيل ومصدقا، المصدق هو المخبر بصدق غيره، المصدق
المخبر بصدق غيره. فقوله ومصدقا لما بين يدي من التوراة، إذن هو يخبر بصدق ما في التوراة من الحق، وكذلك هو مخبر بصدق موسى الذي أنزل الله عليه التوراة عليه السلام. إذن هو مصدق بالكتاب، والتصديق بالكتاب تصديق بمن نزل عليه الكتاب، فإذن هو مصدق بالرسالة التي هي رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، ومصدق بالكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى عليه السلام وهو التوراة، ومصدقا. وقضية التصديق بالنسبة في هذا الباب هي من أعظم الأصول، بل هي محور الإيمان الرئيس، لأن الإيمان محوره الرئيس تصديق خبر السماء، تصديق خبر السماء، وأن هذا المؤمن يعلم علم اليقين ويتيقن بأن هذا النبي مرسل من ربه، وأن الذي جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه قضية التصديق، ولذلك لا يمكن أن يكون إيمان بدون تصديق، فإذا فقد التصديق وحصل التسليم في الظاهر فهذا هو النفاق. فلذلك التصديق بخبر السماء وبالوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسول من رسله هو شرط للإيمان، ولا يمكن أن يقوم الإيمان إلا به. فقوله ومصدقا، إذن هو مصدق يخبر بأن ما في الكتاب الذي هو التوراة حق، وأنه من عند الله، وكذلك مصدق بمن نزل عليه هذا الكتاب. ومصدقا لما بين يدي، لما بين يدي، قال العلماء هنا في هذه اللام لما، طبعا قالوا أدخلت اللام على المفعول للتقوية، وما هي التقوية التي يراد أو تراد هنا والتي حققتها إضافة اللام؟ قالوا للدلالة على أن هذا التصديق تصديق مثبت محقق، وأنه لا يشوبه أي شك ولا نسبة إلى خطأ. وفي قوله مصدقا لما بين يدي، إذن بمعنى أن هذا التصديق لهذا الكتاب الذي هو التوراة أنه تصديق مثبت محقق وتصديق لا يشوبه شك. فعيسى عليه السلام يخبر بني إسرائيل بأنه مصدق بهذا الكتاب بهذه المنزلة في التصديق، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. وهذا يعطينا القضية الأساس والأم على أن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، يصدق بعضهم بعضا، ولا يكفر بعضهم ببعض، ويؤمن بعضهم ببعض. فها هنا نبي الله عيسى يخبر عن الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبي الله موسى ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيخبر عن تصديقه. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم،
ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعض في اللغة تكون يعني تطلق على الشيء من الشيء، بعض يعني شيء من شيء، وكذلك يمكن أن تطلق على كل الشيء، يعني يمكن تطلق على بعض وجزء من الشيء الأساس، ويمكن أن تطلق ويراد بها كل الشيء لا بعضه ولا جزء منه. فهنا في قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فمن العلماء من أخذ بالمعنى الأول ومنهم من أخذ بالمعنى الثاني، فقيل أنه يعني كان في شريعته تحليل بعض ما كان بنو إسرائيل يجدون فيه مشقة عليهم مما حرمه الله عليهم، ومنهم من قال أنه رفع ذلك كله عنهم تخفيفا، وتحريم الشيء مما أخبر الله عز وجل من حكمته أنه يحرم الشيء لأجل ضرره، وهذا كما ذكر الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته لأمته أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والخبيث لا نفع فيه ولا خير فيه، ويخبرنا الله عز وجل عن بني إسرائيل أن مما حرمه عليهم لا لأجل الضرر والخبث، وإنما لأجل التأديب لهم، فحرم عليهم بعض الطيبات عقوبة لهم ونكاية علهم يعودون ويرجعون إلى رشدهم، والله عز وجل أخبر عن ذلك في كتابه، فقال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأيضا قوله جل جلاله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. إذن كان التحريم هنا تأديبا، والحكمة فيه التأديب والزجر. فإذن فقوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فإذن خفف عليهم مما هو من هذا النوع ويسر عليهم، وأن ذلك مما أوحاه الله سبحانه وتعالى عليه، مما أوحاه الله عز وجل له. وهنا قد يقول قائل أليس ظاهر هذا الأمر يتعارض مع قوله ومصدقا، لأن التصديق معناه القبول، وهنا الآن صار تغيير وتبديل. فقال العلماء أن ما حصل في هذه الأحكام إنما هو نسخ، والنسخ هو إعلام بتغيير الحكم، النسخ إعلام بتغيير الحكم، وقالوا النسخ لا ينافي التصديق، فإذا ذاك حكم نزل بوحي من الله ونسخ بحكم هو وحي أيضا نزل من الله، فالنسخ لا ينافي مبدأ التصديق، لا ينافي مبدأ التصديق، فإذا
قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن الله سبحانه وتعالى أنزل على عيسى عليه السلام لبني إسرائيل بابا من أبواب التيسير، وهو أن ما حرم عليهم في شريعة موسى عليه السلام فإنه أحل لهم في شريعة عيسى عليه السلام، وأنهم مأمورون بذلك. ثم يقول الله عز وجل مخبرا عن عيسى عليه السلام وقوله لبني إسرائيل: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. هنا وجئتكم بآية من ربكم، إن ما ذكر عيسى عليه السلام يخبر قومه بأن ذلك من عند الله، وأنه آية من آيات الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى خفف عنهم، فكان بعثة عيسى عليه السلام بوابة تيسير لهم، فلو عقلوا وقبلوا تلك النعمة التي الله عز وجل أكرمهم بها. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله، يعلق الأمر على الدافع الرئيس لقبول الشرع وحكمه، القبول البالغ في الاحترام، القبول البالغ في الاحترام وعدم التردد. فلذلك التذكير بالتقوى فاتقوا الله، والدعوة إليها والتوجيه لها، فإن التقوى تعتبر الفضيلة المركزية المحورية في شرائع السماء. التقوى هي الفضيلة المحورية المركزية في شرائع السماء، وهي الاحترام البالغ العمق للشرع، لأن الإنسان يمتلئ قلبه يقينا بأن هذا من عند الله، وأن الحق فيه ولا يتعداه، وأن هذا الحق في هذا الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل. وكون هذه الفضيلة حقيقة هي بهذه المكانة، أخذناها من أين؟ أخذناها من ورودها في كتاب الله جل جلاله، فالله عز وجل يأمر بها أنبياءه، والله عز يا أيها النبي اتق الله، والله عز وجل يأمر بها عموم الناس والعباد، والأنبياء يأمرون بها أقوامهم. ثم نجد أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم يأمر بها أمته، وما أكثر ما نجد ذلك في الأحاديث النبوية. ثم من طلب منه الوصية يوصيه بتقوى الله: أوصيك بتقوى الله. وعندما يريد هو أن يوصي يبدأ بماذا؟ بالوصية بتقوى الله. إذن هذه التقوى التي وجدناها في القرآن بهذه الطريقة، فالله عز وجل يأمر بها الأنبياء، الله يأمر بها العباد، الأنبياء يأمرون بها أقوامهم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بذلك. إذن هي الفضيلة المحورية في شرائع السماء، في شرائع السماء. ومن هنا
لمن عرف معنى التقوى وتأمل وتدبر ورودها في القرآن وورودها في السنة، فإنه يدرك أن هذه الفضيلة المحورية المركزية هي منبع ومجمع كل الفضائل والأعمال، وأنها حاجز في وجه كل الرذائل. إذن لها يعني تؤثر على الإنسان في الفعل والترك، ففي الفعل هي مجمع كل الفضائل والأعمال الصالحة، وفي الترك هي حاجز في وجه كل الرذائل. ثم هذه التقوى إذا وجدت في الإنسان فهي تقوم مقام المربي، وتقوم مقام الواعظ، وتقوم مقام المراقب، وتقوم مقام المحاسب، وتقوم مقام القاضي، وتقوم مقام رجل الأمن إذا وجدت التقوى، لأنها توجد في نفس الإنسان تلك الرقابة الذاتية ألا يفعل الخطأ، وتوجد ذاك المعنى في نفس الإنسان التي تدفعه إلى فعل الواجب بدون أطر من أحد. هذا أثر التقوى. وأما عند فقدها فما الذي يحصل؟ تسود بين الناس المغالبة والمخادعة، يصبح الناس يعيشون حياة الغاب، يأكل القوي الضعيف. عند فقدها يكون الاستكبار والاستئثار، كل إنسان لا يهمه إلا نفسه إلا نفسه. ولذلك إذا فقدت التقوى فإن الناس يحتاجون إلى كثير من القوانين التي تأطرهم عن فعل الباطل والتي تلزمهم بفعل الواجب، بينما لو وجد هذا الأمر فإنه يقوم مقام تلك الأمور كلها. فلذلك قضية التقوى شأنها عظيم وأمرها جليل، ولذلك قضية عظيمة في كتاب الله عز وجل، ما أحوج الإنسان أن يقف مع كتاب الله ليعرف أكثر عن التقوى ويبحث كيف يجد هذه التقوى وكيف يبنيها في نفسه. فهنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: فاتقوا الله، اتقوا الله أمام تلك الآيات التي الله عز وجل أيد بها نبيه ورسوله عيسى عليه السلام، فهو يخاطب قومه بأن يتقوا الله. فإن وجدت التقوى فماذا سينشأ؟ أنهم يطيعوه. ولذلك انظروا في هذه أيضا الحكمة في الترتيب، فإنه أخر الطاعة بعد الأمر بالتقوى، لأن وجود التقوى سيهيئ لقبول الطاعة للرسول. وإن فقدت التقوى فإنه كما قلنا يحصل الاستكبار، وإذا حصل الاستكبار فإن الإنسان كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فإنه يطغى ولا يقبل الحق ولا يقبل الهدى عندما يمتلئ قلبه كبرا واستعلاء، فيشعر بالاستغناء عن وحي السماء وعن رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. فلذلك نجد هنا كيف أن عيسى عليه السلام قدم الأمر بالتقوى: فاتقوا الله وأطيعون، وأيضا إن كنتم تتقون الله فأطيعون. فإذا أمر التقوى أمرها عظيم، وأطيعون كل الخير في طاعة الرسول. والله عز وجل أكرمنا بالنبي الخاتم وسيد الأولين والآخرين
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فطاعته أيضا حتم واجب وفرض ملزم، والخير كله في طاعته صلوات ربي وسلامه عليه، والشر كله في مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل مخبرا عن كل هذا الأمر في وجوب الطاعة له: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أمر الطاعة للرسول أمر واجب، ولكن كما قلنا جانب التقوى إذا وجد في القلب فيكون له أثر في هذه الطاعة. وأعظم ما يقوم عليه أمر التقوى هو العلم بالله جل جلاله، ولذلك لما كانت التقوى أساسها هذا الأمر فلذلك سبقها التوجيه والإخبار بقوله: وجئتكم بآية من ربكم. والآيات إنما هي أدلة على العلم بالله عز وجل، الآيات أدلة، وأعظم ما تتجه الآية والثمرة من الآية أنها تعرف الإنسان بربه جل جلاله، تعرف الإنسان بربه. فإذا كانت خلقة عيسى عليه السلام آية دلت على كمال قدرة الله، وأن الله عز وجل الذي جعل من سنة وجود الإنسان في هذه الدنيا وتكاثره بالتلاقي بين رجل وامرأة، فإن الله الخالق القادر القدير جل جلاله خلق عيسى عليه السلام من امرأة بدون مساس من رجل، لا زوج ولا بسبب، فهي آية. من المفترض أن تملأ تلك القلوب بالعلم بالله جل جلاله فتوجد التقوى، فإذا وجدت التقوى أرشدت إلى الطاعة لهذا الرسول. ولذلك هذا سبحان الله التسلسل العظيم والحكيم نجده في هذه الأمور الثلاث، فإنه أولا مبدأ التأسيس للتقوى وهو الآيات، ثم الأمر بالتقوى، ثم ثمرة التقوى وهي الطاعة، وهي الطاعة. ثم يقول: إن الله ربي، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم، هل الأمر إن الله مرتبط بما قبله أو بما بعده؟ فإن ما قبله أمر بالطاعة وما بعده أمر بالعبادة. فإن قلنا أنه مرتبط بما قبله فيكون المعنى: أطيعوني لأن الله ربي وربكم. وإن قلنا ارتباطه بما بعده فيكون التقدير: لأن الله ربي وربكم فاعبدوه، لأن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنه هو رب الجميع ورب الخلق كلهم، فلذلك اعبدوه ولا تعبدوا غيره. وهذه من أعظم الأدلة على مصداقية الأنبياء أنهم لا يدعون إلا إلى عبادة الله وحده، ولا يدعون إلى عبادة ذواتهم، ولا يدعون إلى عبادة أحد سوى الله، وإنما يدعون إلى أن يعبد الناس ربهم جل جلاله ويفردوه بالعبادة. إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إن الله ربي، فالله هذا الاسم الأعظم للرب العظيم الجليل، يقول: إن الله ربي وربكم. الرب هذا الاسم لم يرد في القرآن
لفظ الرب إلا مضافا. ربنا، ربي، ربكم، رب العالمين، لم يرد اسم الرب في القرآن إلا مضاف. وفي هذا فائدة عظيمة ولطيفة ننتبه لها كلما وجدنا ذلك ونحن نقرأ القرآن. هذه الإضافة تشعر دائما بعظمة الإنعام الرباني على كل شيء في الوجود. هذه الإضافة ماذا تشعر؟ تشعر دائما بعظمة الإنعام الرباني على كل شيء في الوجود، وبالأخص بالنسبة للإنسان نعمتي الخلق والتعليم. إذ بنعمة الخلق لولاها لو لم يخلق الإنسان لم يكن موجودا، ونعمة وبالنسبة أيضا للتعليم فإن كل قدرات الإنسان وإنجازه مرده إلى التعليم الذي علمه الله عز وجل إياه. ولما كان هاتين النعمتين هي من أعظم النعم كان البدء بها في سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فإذا الاسم العظيم الرب الذي جاء في القرآن بهذه الطريقة دائما مضاف، فهو دائما يذكرك بقضية الإنعام العظيمة، وأن الله جل جلاله رب الكون سبحانه وتعالى ورب العالمين، أن إنعامه على كل شيء في الوجود كله. فهنا نجد سبحان الله التذكير بذلك، إن الله ربي وربكم. إذن كل نعمة يخبر عن نفسه عيسى عليه السلام يتقلب فيها فهي من ربه، وأيضا كل نعمة عند بني إسرائيل يتقلبون فيها فهي من ربهم. إذن ما هي الثمرة؟ فاعبدوه. ثم هنا نقول هذه هي طريقة القرآن في بناء قضية الإيمان والتوحيد، أنه يذكر بتوحيد المعرفة والإثبات ليذكر بالثمرة التي تنتج عنه، وهي توحيد الطلب والقصد. فبتوحيد الربوبية يدعى إلى توحيد الألوهية، وهذه طريقة القرآن. ولما كان توحيد الربوبية أصله في هذه الفطرة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فلذلك نجد من طريقة القرآن في بناء قضية التوحيد والإيمان أنه يبتدئ بالتذكير بتوحيد الربوبية، ثم يبين الثمر العظيم التي تجنى لمن أدرك إدراكا كاملا صحيحا لتوحيد الربوبية، أنها ستدفعه إلى توحيد الألوهية. فهنا نجد هذا الربط ظاهر، إن الله ربي وربكم. إذن هنا توحيد المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات. ماذا ينتج عمن أدرك ذلك وآمن به؟ فاعبدوه. فاعبدوه أي أفردوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله. أكبر، الله أكبر.